أخيرا كرموك يا بخيت. ديه ده اسم القصيدة اللي ألقاها الشاعر الكبير الكبير كبير كبير جدا بصراحة، وبحبه جدا جدا في الشعر العامي، والكاتب بخيت بيومي لما ألقى هذه القصيدة أخيرا كرموك يا بخيت، لما الأوبرا المصرية ووزيرة الثقافة كرمت الشاعر الكبير بخيت بيومي في الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية، ألقى هذه القصيدة. وطبعا كل اللي موجودين في المهرجان في الضيوف والشعراء والملحنين برضو اللي كانوا بيتكرموا معاه كله وقع وسخسخ من الضحك. هو شاعر الحقيقة يعني يتميز بكل المميزات الخاصة بالكلمة اللي ممكن تسمعها وتركز فيها وتحفظها بسهولة، وفي نفس الوقت سهلة، وفي نفس الوقت بتضرب في الوتر على طول. سهل وبسيط لكن قوي جدا في الكلمات الجميلة اللي طول عمرنا بنسمع أعماله الفنية، إذا كانت أعمال غنائية، إذا كانت أعمال فوازير، إذا كانت أعمال إعلانات، إذا كان. أنا لي الشرف وسعيد جدا إن هو موجود معايا النهاردة، الشاعر الكبير بخيت بيومي. مساء الخير يا فندم، أخيرا كرموك يا بخيت. مساء الفل والجمال على أحلى شريف. أشرف يا فندم. أحلى أشرف. ربنا يخليك يا فندم. أحلى أشرف رياض، وأنا جاي وأنا يعني عارف والدنيا مطرة. بس سعيد جدا إن أنا لما قالت لي الأخت نسمة. نعم. وفي نسمة وهي نسمة فعلا. نعم ده صحيح. عشان تنزلني في النطرة. ده حقيقة. بقول لها إزاي أنا ما اعتذرتش ليكي؟ قالت لي ليه؟ قلت لها لانك اسم نسمه ورايح لاشرف رياض. ربنا يخليك يا فندم. الاسماء انا بتفائل بيها، دي حاجه. ربنا سبحانه وتعالى بيتهيألي ما حرمني من امي وابويا، ما اعرفش وهو بيخلقني اداني شويه خف الدم. تمام. هم دول رسمالي اللي يعني اللي انا استثمرتهم. وما اتحرقوش مني في مشوار كان ممكن يتحرقوا. صحيح. اتحرقوا ايه؟ ممكن يتحرقوا بجوازة. تمام. بيجوا يتحرقوا في أي حادثة في أي حاجة. لكن حسيت إن الزمن أنا عامل معاه معاهد السلام. الحمد لله. صدقني يا أستاذ أشرف. الحمد لله. إن بيني وبينه معاهد السلام والزمن معايا في خندق واحد. أستاذ بخيت. أخيرا كرموك يا بخيت. هقول لك أهو، ما أنا أكيد القصيدة دي لما كتبتها. لا هقول لك جت إزاي. هقول لك جت إزاي. أكيد إحساسك في وقتها يعني وانت بتكتبها كده كان في احساس مختلف وانت بيكرموك. هكشف لك، لا هكشف لك الخبايا اللي محدش يعرفه. ولا ان الدكتوره الفنانه العظيمه ايناس عبد الدايم تعرف. نعم. ولا حكيت كان المفروض ان انا اطلع في المهرجان واحكي الكلمه دي طلعت ازاي. ما انا عشان كده عايز اعرف. تطلع لا هتعرف. وعايز احساسك ايه؟ كنت نايم عند الدكتور محمد غنيم بعمل الفحوصات، لما بروح عنده بيحب هو يطمن عليا. تمام يا فندم. فنعمل الفحوصات ونايم عنده، بلغني الخبر وانا في المستشفى. يا سبحان الله. واخدت بالك؟ دايما اما اروح بعمل تحاليل وعنده واقعد اسبوع في ليا اوضه هو بيوليني بالحكايه دي. بقول له انت مسؤوليتي الى ان يفتكرك ربنا. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. فلما عرفته بالتليفون كان الله يرحمه ابو جلال الشهير بوجدي الحكيم الاعلامي الكبير. تمام يا فندم. كان يقول لي انا عايز اعرف انت بينك وبين لجان الموسيقى العربيه ايه؟ قلت له ولا حاجه. انا عشان لساني طويل والقصايد عندي يا مدح يا ردح، اللي ما بيعجبنيش بردح له واللي بيعجبني بمدحه. حلو. وربنا واقف دايما، وربنا واقف جنبك دايما. ما بسكتش. ودخلت المحكمه 3 مرات في قضايا غنائيه وطلعت براءه، مره مع طاهر ابو فاشا وطلعت براءه. ومرة طلعت مع وردة وخدت 10,000 جنيه ومرة أنا والمرحوم الحاج مع الأستاذة سامية صادق وصالح بتاع الاي ار تي. نعم 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 مش فاكر. خد بالك في قضية واحد رفع علينا احنا الثلاثة قضية. صالح. اتحكم ب 100,000 جنيه دفعه الشيخ صالح وانا ما دفعتش حاجه. فالقدر. نعم. والزمن الاثنين موجودين معايا في خندق واحد. خليني ابحر مع حضرتك شويه والنبي. ما لا هتبحر اهو. عايز اتكلم عن حاجات كتير قوي. لا لا لا, 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 لا انت عايز حلقتين مش حلقه واحده. ما انا عارف. خدت بالك؟ عشان كده عايز فايه. فما جاتني المفاجاه
قلتها بصراحه، قلتها أيوة. اخيرا كرموك يا بخيت. قلتها بعفويه كده، وكتبتها ورقه وحطيتها تحت المخده. الدكتوره ساميه صديقتي لما انا خرجت ادور على الورقه اللي انا حطيت فيها الالهام الاولاني هي فين، ما لقيتهاش. لقيت الدكتوره قالت لي استاذ بخيت انت نسيت ورقه عندنا تحت المخده في المستشفى عند الدكتور غنيم. قلت لها ايه؟ قالت لي اخيرا كرموك يا بخيت. ورحت مكمل القصيده. لا جبتها بقى معايا عشان اكملها. هما ممنوع حد يطلع يتكرم ويقول اي قصيده. تتكرم تاخد الدرع وتنزل. انا قلت لا يمكن اخد، وطلبت الوزيره كلمتني. أيوة. صراحه طيب من حسن حظي الحمد لله ان اتكرمني فنانه. الحمد لله تكرم فنان. نعم. ده من حسن حظي وما كانش في الحسبان. دايما المجال الفني دايما بيبقى محتاجين فنان. الدكتوره ايناس عبد الدايم ادتني فعلا حقي. قالت لي لا تطلع تقول قصيده تقول. قلت لها مش هقول قصيده. انا هعلق على تاخير تاخير تكريمي لحد دلوقتي. طب هو كان مسبب. استاذنك ما تبخلش على مشاهدينا على ناين لايف انك انت تقول لنا القصيده دي سريعا. اخيرا كرموك يا بخيت، وبقول لك بقولها من قلبي. صحيح. اخيرا كرموك يا بخيت. انا هقولها المره دي هنا عندكم بطريقه احسن من اللي فات. اتفضل. ليه بقى؟ لان فضل. انا حاسس الاداء ابتديت تستوعبه اكتر. لا انا يوميا كنت رايح وخايف ان انا اطول. نعم. لان كنت عامل جزء طويل. كويس. ولكن اختصرتها. حلو. وكنت حافظها. انا عايز اختصار ده والنبي ارجوك اتفضل. اخيرا كرموك يا بخيت، وجاي اي من على الكرسي بتاعي وانا ماشي بقول اخيرا كرموك يا بخيت، وقفت عند السلم فكروا ان انا مانيش قادر اطلع فشر. قمت طالع لسه حاطه رجلي. قلت له يا عم احسن الناس تفكر ان انا مش قادر اطلع. الحمد لله لا اتكئ على عصاية ولا على حيطه ولا على صديق، افضل كده اورد. اخيرا كرموك يا بخيت، احسن ما بقى اخيرا وقعوك يا بخيت. وطلعت وقلت اخيرا كرموك يا بخيت. نعم. 60 سنة في الفن بتفن ولا بتوين، وللجمال بتحن، وده كله بسك من بتحب وتحبيت، وبحور الكلام عديت، وكتبت ما خليت، وبعد ما عديت وفدت في العفاريت، والخونة والهلفيت، وبالأمان حسيت. أخيرا كرموك يا بخيت. بيني وبينك الفرح والحزن الاثنين لاول مره احس ان الاثنين اختلطوا مع بعض. ادي القصيده دي لمين؟ في طابور في خيالي عايز اهديهم القصيده دي. ما دمعتش في وقتها حضرتك؟ ما كنت انا اساسا وانا بعيدها دلوقتي بعد التكريم مع عينيا دمعت. الحمد لله. 60 سنة يا جدع بتشابي في المجتمع بقلبك اللي توجع، بقلبك اللي اتوجع، بقلبك اللي اتوجع، واسمك بقلبك اللي اتوجع، واسمك اللي لمع، وشعرك اللي وقع، في شبابك اصلعيت ومشيت، في بحور الكلام عديت، وبعد ما عديت وفدت في العفاريت، والخونة والهلفيت، وبالأمان حسيت. أخيرا كرموك يا بخيت. مبروك. ودي أنت جيت الأوبرا، ودي أنت جيت الأوبرا، ادولك من الكرم هبرة. فعلا تسقيف واحترام اللي قابلته من قيادة الأوبرا والناس كلهم، فعلا ده هبرة. ودي أنت جيت الأوبرا، ادولك من كرم هبرة. خدت بالك؟ أكيد فرحتك كبرى، أكيد فرحتك كبرى، وهتمشي من هنا لشبرا، وهنجيلك أكيد بكرة من بعد ما حلويت، من بعد ما حلويت وفرحت وتهنيت. أخيرا كرموك يا بخيت. شكرا لمصر الأم، شكرا لست البيت، يلا روح بقى يا بخيت.
ربنا يباركك ويديك الصحة والعافية يا رب. ربنا يديك الصحة والعافية. هستأذنك، في أجيال كثيرة جت ممكن تكون شايفانا دلوقتي، هستأذنك نسترجع كده ذكريات حضرتك. اشتغلت مع مين؟ مع من الفنانين زمان؟ احنا شباب 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 المصري، بنات وولاد دلوقتي بيتفرجوا على الافلام والمطربين بتوع زمان الابيض واسود، ونذكر بس نذكر بعض كده شويه. لا هو بص هقول لك حاجه، عشان تبقى عارف، انا اتربيت في بيئه فلاحي ريفيه. ستي ام والدتي وانا بهديها التكريم. نعم، هي اللي ربيتك صح، هي اللي وقفتك على رجليك. لأن لولاها صحيح ما كنت أنا. أنا عارف، أنا عارف. لأن لو كانت سابتني ممكن أبويا كان خدني، هو خلف خمسة بعد مني. لكن أنا ستة خدتني، الخمسة ما عادش باقي منهم غير واحد بس كريم وربنا يديله طول العمر، هو ده اللي باقي منهم، والبنتين. نعم، البنتين أنا ما بروحش لبالهم خالص. تمام يا فندم، خدت بالك؟ لكن لو كان أبويا خدني، أنا بشكر أبويا إني ما خدنيش. نعم، أو سابني. نعم، وبشكر مرات ابويا ان هي عملوا فيا كده عشان اطلع من كفر الحطب حافي الخدمين. عشان تروح لجدتك؟ لا، عشان اروح للتاريخ واقابل اثر رياض. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. ربنا يديك الصحه والعافيه. كان ممكن افضل في كفر الحطب. ايوه، هكمل دراستي. صحيح، هتوظف في اي مديريه، اعمل اي حاجه. كان زمان اتحلت على المعاد من 20 سنه. خدت بالك؟ نعم، ثق تمام الثقه. انا لو فضلت في كفر الحطبه لحد دلوقتي كان زماني مت من 20 سنه. ما تقوليش اعمار. صحيح، الامراض والكلوستوما وعدم الضحك والمسؤوليه والاولاد والاحفاد واللي 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 والمسؤوليه، كان زمان ما كناش اتقابلنا. ربنا يديك الصحه والعافيه. تمام. انا طول عمري، نعم، وانا طالب في الازهر، نعم، اميل لقراءه الجرايد والمجلات واسمع الشعر. كان الراديو لسه داخل جديد في كفر الحطبه. كويس. وكان اكبر كتاب في البيت اللي انا اتربيت فيه بطاقه التموين، مع ان اسمي مش فيها. نعم، اسم ولاد خالتي اللي فيها، وانا اسمي عند ابويا. اول كتاب يركل كان القران، اللي انا حفظت قران ودخلت معهد المنصور الديني. قرآن حفظت قران في سنه. نعم، دي كانت بدايتي. معرفش بقى المشوار طويل جدا لو حكيت لك عليه. وازاي انا جيت قاهره المعز. طيب خلينا بس ننتقل. جيت قاهره المعز. طيب. واللي اكتشفني وخدني من قاهره المعز، خدني من شارع محمد. طيب. علي الشهير بكليه العوالم. صحيح. اللي خدني الموسيقار حلم امين. نعم. نقيب الصحفيين والملحن المعروف. ده كمان ده انا بهديله التكريم بتاعي. نعم، لان هو اللي خدني وقال السكه دي. نعم، ودخلني مسبره وسابني بقى اتغنت لليلى مراد، وغنت لي سعاد محمد، وغنت الكوكبه وورده وتبناني فؤاد المهندس، وعملت في وزير نيل، وسابني بقى. لكن انا بهدله التكريم. نعم نعم، ده كان عندي سؤال انا كنت كاتبه هنا مع نفسي. حضرتك مين اللي عايز تقول له شكرا، ومين اللي عايز تقول له الله يسامحك؟ لا كتير قوي اقول لهم مثلا الله يسامحك، ده في ناس عايشين دلوقتي منهم، بس كل اللي قال لهم شكرا اكثرهم ماتوا، وبترحم عليهم. طب بترحم على مين بقى؟ بترحم على مين وببكي عليه؟ موسيقار محمد الموجي. تمام. وتبناني ابا، وما كنتش اروح له لما اتزنق في 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 حاجه تتلحن. يعملها يا اما يحولها على حد يعرفه. طيب معلش سامحني استاذ بخيت تاني، انا عايز استرجع مع حضرتك، انت اشتغلت مع مين من العمالقه من الفنانين؟ اشتغلت اسامي. بص انا طول عمري اميل للكوميديا. اتفضل. كان ليا امنيتين. اتفضل. ان انا صاحب فؤاد المهندس. واعمل فوازير امل فهمي سنه واحده. عملتها 17 سنه. الفوازير. من سنه 1986 ل 2002 وبدون انقطاع. ما شاء الله. وحولتها من فزوره للتسليه. ده اللي انا ضفته للفزوره، عشان كده ما سابونيش. لفزوره للتسليه، من فزوره للتسليه لفزوره للثقافه. تمام. خدت بال حضرتك؟ تمام. واما جيت اسيبها سبتها لاسباب خارجه عن ارادتي، حسيت ان انا ما بوصلش للناس صح. كانت الاستاذه امال فهمي كبرت في السن. وانا من عشتي في الاستديوهات بعرف ازاي انا بوصل للمستمع صح او بوصل غلط.
وانا دايما احط في المكان اللي فيه الصح. ليه؟ لان انا مش شاعر اغنية. انا شاعر كل حاجة. بكتب كل حاجة. عدهم لي. الفزورة. نعم. والموال، الف موال لحد دلوقتي بكتبه، كتبته في البتاع ده في الـ في الـ في الاخبار. نعم. من بعد حكاية الاخوان. نعم. كنت بكتب باب في الوفد اسمه الاخوال المستباحه في النقد والصراحه لبخيت ابن بيومي صاحب المساحه. تمام. كنت باخد مبلغ كبير جدا في الباب ده، بكتبه 4 مرات الشهر. اضحكك على حاجه قلتها. تمام. مره بعت للنائب العام عبد المجيد محمود. نعم. وعايز اقول له، كانوا بيخطفوا الفلوس البلد وبيهربوا. قلت له اللي نهبوا فلوس البلد ناس لا عندهم ضمير ولا مله، اللي معاه مغرفه واللي معاه شله لقى المغرفه مش كفايه قلع هدومه ونط في الحله. لانهم كانوا بينهبوا بالملايين. النقد عندي لابد ان يكون فيه الشعر. طب هقول لك حاجه. اتفضل. مفاجاه. اتفضل. وانت كنت بتتكلم في الانتخابات قبل كده. اه. الموال اللي انا هبعته للاخبار بكره قبل ما اسافر. اه. عن انتخابات إيه؟ مجلس النواب؟ ايوه. اتفضل. بقول له لو نجحت. ايوه. لو نجحت في دايرتك. ايوه. مبروك نجاحك ومبروك دخولك مجلس النواب. لو داخل عشان المصلحه العامه هيزيد رصيدك في بنك الحب والاحباب. ولو داخل عشان تخطف وتلهف وتجري تبقى لا مؤاخذه او انطقي كذاب. ولو ناجح عشان تبيع المصالح وفي الزنقه نلاقيك كفص ملح وداب تبقى معدوم الضمير والانسانيه. اهالي دايرتك اللي نصبت عليهم حضرتك لو شافوك في الشارع هيضربوك بالبيض ويقفلوا في وشك الابواب. انا بقول النقد لكل مغلف. لا مغلف بالابتسامه وبالحقيقه. ما بجيش لو انت بتخدم الناس، الناس هتقابلك مقابله كويسه جدا. ما كانش مش انا بحذره من دلوقتي. استاذ بخيت، مين اللي في حياتك في 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 تطور حياتك اللي نمى فيك الملحوظه دي، انك انت بتنقد بشكل كوميدي وبشكل حتى الكلمات والاشعار والنصوص اللي حضرتك بتكتبها؟ يعني انا قارئ جيد. اه. انا قارئ جيد لكل حاجه. تمام. وتفرغي للفن هو اللي خلق عني المساحه الواسعه الكبيره ديت عشان اكتب كل حاجه. اقول لك حاجه. انا كتبت في الكوره. يعني كتبت في الكوره، كنت بعمل برنامج في صوت العرب اسمه بخيت بيومه ومندوبه طرزان وكلام في الجون. كنت بعلق على الكوره بالشعر. قول لي اسمه. قول لي اسمه تاني. لا. بخيت بيومي. ايوه. ومندوبه طرزان وكلام في الجون. عظيم. فضلت اعمله صوت العرب مع الاستاذ حمدي كنيسي والاستاذه نبيله مكاوي 8 سنين. كنت باخد فيه 50 جنيه في الحلقه. كويس. وكان نقد نقدي. وعارفين الاهلاويه وعارفين الزملكاويه ومعروف في الكوره. في كتابي الاولاني اللي نسيت اجيب لك النسخه بتاعتك. معلش. موسوعه الحريف لبخيت ابن بيومي شاعر الرصيف. الكتاب الاولاني. ليه شاعر الرصيف؟ لان الرصيف كتبت عليه احلى اشعاري سواء هنا او في اسكندريه. الشمسايه وسندوتش الفول والشيشه هم دول كانوا اصدقائي في الرصيف. في كل شارع عالت ايه؟ موصلات وسكتي. لا اشتكى ولا قال لي اه من دق كعب جزمتي. ورغم الزحام عنده التزام يكون تملي في خدمتي. نعم. اي كده صفحه الكتاب. اقلب الصفحه وخليك ماشي على الرصيف. نعم. في الكتاب هجيب لك النسخه منه. بس قول لي فين وانا بعتها. عظماء الادب كلهم كانوا دايما في الشارع دايما. تعرف اللي وصلني ل 2020؟ نعم. ان انا ماشي على الرصيف طول عمري. نعم. ما نزلتش في نص الشارع. تعرف لو نص لو نزلت في نص الشارع كنت انحرفت. كانت على الضربيط مع عربيه. كنت شربت كاس. كنت عملت اي في نص الشارع. لا انا الرصيف ده صديقي. لذلك هو يعني دلوقتي اما هجيب لك الكتاب هتشوف القصيده الاولانيه بعنوان الرصيف. لذلك هتلاقي الغلاف انا راسم الصوره بتاعتي انا متصور وانا قاعد على الرصيف. وايه وشعر الرصيف بقى شوف بقى. والاهداء لمين؟ نعم. لواحد صاحبي كان فنان ومات. كان في اي قهوه بلدي نامي بات.
الإهداء كتاب، هم الموسوعة 5 كتب. الإهداء لواحد صاحبي كان فنان ومات، كان في أي قهوة بلدي ينامي بات، ويوم ما مات يومها عز المنشوكات. كان في نفسه يبقى حاجة، كان بيعشق كل حاجة. كان زميلي في المدرج، كان في جامعة الحياة، قبل ما يرتاح يا عيني مات معاه الدكتوراه. دكتوراه في الفنون والجنون، دكتوراه من كل لون، وكان موصي يفحتوله ويدفنوه تحت الرصيف جنب منه بصلة ناشفة وهي لقمة من رغيف. أنا بهديه لنفسي بعد 500 سنة الرغيف. أستاذ بخيت بيومي يعني في حياته من هو صغير إلى يمكن إلى يمكن يومنا هذا، أنا معرفش، مريت بتجارب كتيرة جدا وحصل تحديات كتيرة جدا في حياتك، ولكن طول الوقت أنت قريب من ربنا، وطول الوقت ربنا بيدي لك رسائل طول الوقت وانت ماشي في حياتك، بيقول لك ان هو جنبك. انا عارف انت واخدنا رأي على فين. اي احداث بتحصل في مصر انا بسلط على كاميرا بخيط بيوم الخفيه، وافضل اقلب فيها لحد ما الاقي فيها الشعر. الولد محمد صلاح ابننا اللي عمل اللي محدش عمله صحيح لما كتبت فيه، ايوه قلت ايه؟ ارجوك من حق مصر تفرح بمحمد صلاح وامثاله. رفع علمها لفوق، شرفها هنيالها وهنياله. طبعا شعب الانجليز نطق اسمه بالعربي وغناله. سالت كابتن كبير، قال لي اصل الكوره مواله، بتحب وبيحبها ينده لها برجله يلاقيها ريحاله، أصل أمه من قلبها كانت ليلة القدر دعيان. حلو ما شاء الله. في حاجة تانية تفضل. أي أزمة بتحصل الشاعر الحقيقي ما تجيبش الغنوة. أنا لو كتبت الغنوة كنت دفنت من زمان. أنا شاعر بمعنى كلمة شاعر. تعرف مين اللي يستحق التكريم؟ تفضل. مين؟ هذا القلم. صحيح. صديقي. ما هو هذا القلم مع هذا العقل. صديقي. ما هو يعني هذا العقل وهذا القلم. وحراس الدماغ. المهندس اللي بيحرك دماغي. هو ده. اللي بيقول هو بيمشي ولا بمشي وراه. فيه اصدقاء في حياه بخيت بيومي انا بهدلهم تكريمي بس ما بقولهمش، لانهم بيعملوا لصالح بخيت بيومي وبيخافوا على بخيت بيومي زي اخواتهم. في مهندس في المنصوره اسمه عادل سلطان، انا عارف انه بيحبني بس ساعات لما بيغلط اقوم شده من ودنه واجيبه تاني. خدت بالك؟ بس بحب. تمام. كتبت فيه شعر هجائي. حاليا هو ما يعرفش ان انا بكتب فيه قصيده مدح. عشان جبته تاني. في اصدقاء كتير جدا انا بحب قريب منهم. خدت بال حضرتك استاذ بخيت مفيش زيك. لا في ايه؟ في لسه هتجيبهم مصر. هتجيبهم مصر. انما في التكوين في ده في التكوين ده بتاعك مفيش زيك. لا لا يعني انا ده الله. لا مش زيك يعني، ربنا يديك الصحه والعافيه. انا قصدي في المشوار بتاعك وفي الاسلوب النقد اللاذع بتاع الشعر بتاعك الحلو الكوميدي اللذيذ. انا الجميل ايه؟ الكلمه حضرتك بتتحفظ في الاعمال بتاعتك بشكل كبير. معلش. الجميل ايه؟ اتفضل. الجميل ان هو حفظنا لحد دلوقتي، وكل ما اقع يسندني ووقفني تاني. كل ما يحصل حاجه انا عملت القلب المفتوح وقلت للدكتوره بتاعت البنج وهي ماشيه ورايا وانا ماشي بضحك، واحد رايح يعمل قلب مفتوح وماشي، الله يمسيه بالخير، الدكتور كانت الدكتوره اسمها كوثر. دكتور محمد الفقي الابن. الله يمسيه بالخير. قال لي ما تزعلش هتعيش، كل تحليلك تمام. هتعيش والله. وانا كنت خايف، قلت له نفسي اقول كل اللي في دماغي. كان نفسي اعمل فرح وفرقه المرح مسلسل. كان نفسي اعمل كتبي كلها. كان نفسي ابني مقبره كبيره قوي واكتب عليها جئت من الارض،
وعشت فيها بالطول والعرض، وقدمت على مسرح الحياة أحلى وأجمل عرض، وأخيرا عدت إلى الأرض. ده هتتحقق. هو بقى بيمد في عمري وبيديني الصحة ليه؟ نعم. لأنه هو مخبي لي حاجات ما بيخبهاش لحد، فأنا بينه وبينه عمار. الحمد لله. لما حصلت الكورونا بقى، أيوة، قلت آه لازم نصالح ربنا. صحيح صحيح، لازم نصالح ربنا. دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى للكرة الأرضية كلها. وبكيت وأنا بكتبها. لازم نصالح ربنا. أستاذ بخيت، أنا تقريبا على وشك نهاية الفقرة للأسف الشديد، ولكن أرجوك عايز أسمع القصيدة. يا ناس يا عالم يا بشر، الأرض سكانها في خطر، وكورونا مش مرض، ويفترض لو دي مرض يبقى أكيد مرض عنيد ما كانش أبدا منتظر، نوع جديد من الوباء ومن البلاء ومن الغضب يعلم الناس الأدب، علشان نفوق من كل سوء، ونوحد الرب اللي فوق، ونوحد الرب اللي فوق، وللحب نفتح قلبنا، ياللي هناك ياللي هنا، ياللي هناك ياللي هنا، عايزين نصالح ربنا بالذكر والتوحيد والصلاة، ونرمي الضمير اللي انحرف ينضف في أكبر مغسلة من الضلال والانحلال والانحراف والتنبلة. الكورونا شيء خطر، انظار إلهي للبصر جاي من السماء راكب الهوى، كان مختفي خلف القمر، ضد الطمع ضد الجشع، ملوش علاج ولا دواء. بره البيوت جوه البيوت الناس تموت، والمشكلة مستفحلة، عملت فزع في المجتمع، واقتصاد المفتري اللي اتلسع في السوق وقع، في الدنيا حصلت مهزلة، والدور علينا كلنا علشان نوحد ربنا، علشان نعود لوعينا، عايزين نصالح ربنا، نحمي النفوس من كابوس الانفراح، نحمي النفوس من كابوس الانحراف والبهدلة. أصل ظلم الناس في الأرض زاد، فاتحين شبابيك الفساد، والأرض مش متحملة، وناس هناك وناس هنا بربنا فقدوا الصلة. تعالوا نقف ساعتين حداد، نطلب العفو من رب العباد سبحانه جل وعلا، بحكمته بقدرته بعت رسالة عاجلة كما قنبلة ومعجزة فيها العظة، علشان نكون أولى نكون، ونعدي أصعب مرحلة، ونعود كمان لوعينا. عايزين نصالح ربنا. واحنا عايزين ربنا يديك الصحة والعافية والبركة يا رب. وانا اقول ان ربنا كتر من امثالك يا احلى اشرف. ربنا يخليك يا ريس، ربنا يخليك يا فندم. حضرتك بجد نورتنا، وزي ما انت من اول قلت، ده انت مش عايزين حلقة ولا حلقتين ولا ثلاثة، احنا عايزين اسبوع نقعد نتكلم مع حضرتك. أوي 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 ونقعد أوي. نتكلم ونسمع الاشعار الجميلة. أوي أوي. اتمنى ان انا اكون اسعدت. اللي جاي ايه؟ بتفكر في اللي جاي ايه؟ انت دايما بتتابع الاحداث اللي بتحصل حوالينا. لا لا، اللي جاي حاجات تانية. اللي جاي في الاحداث يعني، اللي يصدق اي رئيس امريكي ترامب او اي حد غيره يبقى اكيد مجنون. خد دول في السياسة العالمية هكلمك. في السياسة المحلية هكلمك. خلاص جو بايدن هو اللي كسب. مش كده؟ غالبا نسبة 99%. كتبت فيه موال. نعم. على ترامب مهزوز بيرجع في قراراته. كتبت فيه موال. أيه. لما تجيبني عشان اتكلم حلقه في السياسه بس هكلمك في السياسه، والسياسه هنا هقولها بمنتهى الصراحه، ومش هزعل الرئيس ولا هزعل اي حد. لا تقول اللي انت عايزه. لا هقول دون ان، مفيش تجريح. الصراحه
لا انا بقول الكلام ده في الموال اللي بتنشره الاخبار. تمام، خدت بال حضرتك؟ لو حبيت ان انا المره الجايه، لا ترامب، لا ترامب، ترامب لو اللي يصدق هقول دول بس. طب اللي يصدق اي، اللي يصدق اي رئيس امريكي ترامب او اي حد غيره يبقى اكيد مجنون. تمام، كلهم جمهوري ديمقراطي، كلهم من اصل واطي حتى لو اختلفوا كمان في اللون. لا ارجوك، مش عايزين بتاع الراجل لسه جاي. انا خففتها بقى، انا هخففها عشان مش هزعها. كلهم من اصل مش ولا بد، حتى لو اختلفوا كمان في اللون، كلهم في خدمه الصهاينه وشاربين من معون جدهم صهيون. شاعر كبير بخيت بيومي، نورتنا وشرفتنا يا فندم، شكرا أنا لحضرتك. بحبك وانا بحبك وبحب مصر الى ابعد مدى. ربنا يديك الصحه ربنا والعافيه، ربنا يحميها، ربنا يحميها، لان دخلها انبياء وساكنها اولياء، هم دول اللي حارسينها. ربنا يديك الصحه والعافيه يا فندم، شكرا لحضرتك. الله. شكرا لحضرتك، رعايه الله. ده كان يومنا النهارده في صفحه جديده، كان لي الشرف ان انا اقعد مع الشاعر الكبير بخيت بيومي، وبكره يوم جديد وصفحه جديده نفتحها مع بعض في تاريخ مصر. تصبحوا على خير.